المرمرية أو بيسموها المرية أو المرمية، ليها ثلاث أسامي، المرمرية أو المرمية أو المرية لعلاج مرض السكر وتنشيط البنكرياس. دي حاجة جديدة أول مرة نعملها في القناة وكويسة جدا جدا. كمان المرمرية دي بيسموها في مصر مرمرية، في الدول التانية ليها الأسامي المختلفة، بتعالج الكوليسترول وبتعالج لك الضغط المرتفع، حلوة جدا. فبالتالي نخش على طول في الوصف ونقول ايه اهميتها. لو انت اول مرة او انت اول مرة تشوف القناة، ياريت تنزلي تعملي اشتراك وتدعمينا عشان يوصلك كل جديد. كده عرفت المكونات اللي معانا، هتبقى عبارة عن حد رشاد والمرمرية، في مصر بيسموها مرمرية. لو حد في دول تانية عربية ليها اسم تاني، ياريت يكتب لنا هو ايه اسمها بالظبط. طيب ازاي هنستخدمهم وازاي هنعملها وازاي ناخدها والمدة قد ايه عشان تعالج لي مرض السكر نوع اول ونوع تاني، ولو عندك حضرتك سكر حمل من الحمل الاخير ليك. طيب قبل ما نقول الوصفة وازاي بتتعمل، عشان حاجة خطيرة فيها، ممنوع هنا الغليان، مش هنغليها خالص. هقول لكم ازاي بتتعمل، هندي بس اهمية حب الرشاد لعلاج مرض السكر، والمرمرية دي تعالج لي ايه تاني غير السكر، وحلوة لايه لمريض السكر عشان الناس اللي ما تعرفهاش. اول حاجة حب الرشاد اهو زي ما انتم عارفين، ليه اسم تاني بيسموه السفاء او الحبة الحمراء، بيسموه السفاء او الحبة الحمراء. ايه اهميته بقى؟ بتكمن اهميته لمريض السكر ان هو مليان مغنيسيوم وكالسيوم والاوميجا 3. الاوميجا 3، معلش انا بقول لكم اهميه كل حاجه عشان تعرفوا، عشان تعرفوا ان انا واحد مثلا عنده سكر وعنده مثلا مشاكل في الاوعيه الدمويه، ياخده ولا ما ياخدوش، ست حامل وحلو ليها ليه في حمض الفولي كده، فلازم تعرفوا. انما في الوصفه ترجع للاخر على طول، لازم تعرف كل حاجه واهميه. نخش بقى على المرمريه او المريه زي ما بتتقال في بعض الدول العربيه، هي دي يا جماعه ان تروح عند اي عطار وتسالوا عليها، هي مهمه جدا طبعا. اول حاجه من امن المواد الامنه والكويسه اللي بتعمل على استقرار السكر في الدم، وبتقلل الكوليسترول وبتعلي الدهون النافعه في الدم. فبالتالي المرمريه مهمه جدا جدا، فيها مضادات اكسده بتخفض نسبه الكوليسترول في الدم، في ده حلو جدا 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 لصحه القلب. وفيها مركبات زي الفلافونيد اللي هي بتقلل خطورة الإصابة بمعظم الأمراض، حتى بيستخدموها على فكرة في علاج أمراض سرطانية وغيره، يعني مضادات الأكسدة اللي فيها حلوة جدا جدا جدا، عشان كده بيستخدموها لمرضى السكر. لو أنتم ما خدتوهاش قبل كده بجد فايتكم كتير. طيب هنعملها إزاي بقى؟ كده قلنا إيه أهميتها في الناس اللي زهقت بقى داخلة في الوصفة على طول. يلا وأهميتها بقى وأعملوا زي ما أنا بعمل عشان الوصفه دي ممنوع نغليها. هنجيب كوبايه كوب زي ما احنا فنجان زي ما احنا متعودين، ونغلي ميه. طيب قبل ما نغلي الميه، اهي الميه غاليه حتى اهي جنبنا اهي، هنعمل ايه بقى بالظبط؟ هناخد نص معلقه من حب الرشاد، ما تكتريش، يعتبر ايه دي نص معلقه، نص معلقه حب الرشاد. وبعد كده هاخد معلقه كبيره من المرمرية، تمام، وبعدين نصب عليهم المية السخنة. طب ينفع اغليهم؟ ممنوع، ممنوع الوصفة دي ممنوع نغلي فيها. طيب اعمل ايه بعد كده بقى؟ بعد كده اجيب اي غطا وابدأ اغطيهم لحد ما يبردوا شوية لمدة مثلا 5 دقايق. طب اخدهم كم مرة في اليوم واستمر عليهم قد ايه؟ هي بيتاخدوا مرتين اتنين في اليوم، مرة قبل الفطار بساعة، ومرة مثلا لو قبل الايه العشاء قبل الغداء. فالاحسن قبل الفطار مرة، وتاخدوهم مرة تانية في وسط اليوم في اخر اليوم زي ما انت عايز. يبقى كده هنسيبهم لما يبردوا، وبعدين نشيل الحاجات دي كلها، نشيل، بص حتى لونه متغير في ثانية، نشيل المرمرية ونصفيهم وبعدين نشربه. يبقى لازم تتغطى، عشان اصلا لسه قايل لكم في الاهميه ان هي فيها زيوت طياره، فلازم تتغطى.
كده خلصنا الوصفه، وبتتاخد مرتين في اليوم، تستمر على لمده اسبوعين. ولازم حاجات بقى مهمه مع الوصفه دي، لازم تصفيها. حب الرشاد اللي تحت ده يا جماعه بيتاكل، ما ترميهوش، خليه عادي خالص بعد ما تشربيها. صفيها بس الاول من المرمريه، عشان المرمريه ما بتتاكلش اصلا، بناخد بس خلاصتها لما نحط عليها الماء السخن. تمام. طيب بتتاخد مرتين في اليوم، بستمر عليها لمده اسبوعين، بستمر على علاج برضو وانا باخدها. ما تقطعيش العلاج، ما تقطعيش انسولين، ما تقطعيش ادويه. هتحس ان الدنيا اتظبطت معاكي شويه، عندك مشاكل حصلت، مضاعفات او حاجه، لا الدنيا اتظبطت. طيب حب الرشاد قلنا اللي في الاخر ده بايه، لازم بيتاكل، مفيش منه اي مشكله، انما المرمانيه ما بتتاكلش. طيب دلوقتي احنا خلصنا الوصفه، خلصنا ازاي بتتعمل وكم مره في اليوم وهنستمر عليها قد ايه. تمام. حد عنده اسئله يكتبها تحت، في بس دقيقه ونص هتكلم فيها عن مضاعفات خطيره لمرض السكر. ايه اكتر مضاعفات، وان احنا حضرتك ما بتتحكميش في السكر، فاكتر حاجه غريبه بتحصل هبوط سكر مفاجئ فبيدخل في غيبوبه سكر، فخلي بالك انك تخش في غيبوبه سكر. طب احمي نفسي ازاي لو انا رايحه في مواصلات او كده، نسيت اخد الادويه، نسيت، خلي في جيبك بنبنايه حاجه مسكره، بحيث لو حسيت بانك بقيتي تعرقي، ضربات قلبك زادت كده، اعرفي ان كده السكر بدا يقل، تقومي واخداه على طول. او عصير يكون معاكي على طول لو انت ايه شغاله في شغلك في حياتك كده. طيب مضاعفات خطيره تانيه اللي هي القدم السكري. القدم السكري مشكلته بتيجي من الاهمال، بمعنى حضرتك ماشيه في الشارع مثلا، دخل في رجلك مسمار ما خدتيش بالك، ما عالجتهوش، ما حصل فيه مشاكل، لا. يبقى اول حاجه نحمي نفسنا ازاي منه، انك تلبسي في قدمك على طول شوز، جزمه كده او اي حاجه. تاني حاجه تعتني بيها، تغسلي رجلك كويس. تالت حاجه تظبطي سكرك. الفولو اب والمتابعه يا جماعه مهمه جدا في مرض السكر. كل فتره كده، اسبوعين ثلاثه، شهر مثلا، تروحي تحللي سكر مثلا صايم وفاضل وسكر تراكمي، تطمني على نفسك، مهمه جدا. بس وابداي بقى نواف اكلك المفيد لمرض السكر. خدي وصفه احمي نفسنا ازاي منه، انك تلبسي في قدمك على طول شوز، جزمه كده او اي حاجه. تاني حاجه تعتني بيها، تغسلي رجلك كويس. تالت حاجه تظبطي سكرك. الفولو اب والمتابعه يا جماعه مهمه جدا في مرض السكر. كل فتره كده، اسبوعين ثلاثه، شهر مثلا، تروحي تحللي سكر مثلا صايم وفاضل وسكر تراكمي، تطمني على نفسك، مهمه جدا. بس وابداي بقى نواف اكلك المفيد لمرض السكر. خدي وصفه احمي نفسنا ازاي منه، انك تلبسي في قدمك على طول شوز، جزمه كده او اي حاجه. تاني حاجه تعتني بيها، تغسلي رجلك كويس. تالت حاجه تظبطي سكرك. الفولو اب والمتابعه يا جماعه مهمه جدا في مرض السكر. كل فتره كده، اسبوعين ثلاثه، شهر مثلا، تروحي تحللي سكر مثلا صايم وفاضل وسكر تراكمي، تطمني على نفسك، مهمه جدا. بس وابداي بقى نواف اكلك المفيد لمرض السكر. خدي وصفه